كان البنك الوطني يقف إلى جانب المرأة الفلسطينية ويدعمها بكافة المجالات، وليمكنها اقتصادياً قام بإنشاء حساب التوفير الأول للمرأة الفلسطينية حياتي بهدف تحقيق الأمان المالي لها. جاءت الفكرة من أنه لما صممنا البرنامج ارتأى البنك أنه أن لا يكون البرنامج مصرفي بحت، وإنما أن يتعدى ذلك ويساهم في قضية تهم المرأة الفلسطينية واللي هي القطاع الذي يخدم هذا البرنامج. وفي إطار التوعية اللازمة للنساء عن مرض السرطان وخاصة سرطان الثدي وكيفية تشخيصه والتغلب عليه، كان هناك شراكة استراتيجية بين البنك الوطني ومركز دنيا التخصصي لأورام النساء التابع للجان العمل الصحي، والذي يعمل ليل نهار بهدف نشر التوعية حول المرض الذي يعد الأكثر انتشارا بين النساء. الشراكة ما بين البنك الوطني ومركز دنيا التخصصي لأورام النساء هي شراكة ممتدة منذ العام 2015 ومرتبطة بحساب التوفير الأول للمرأة الفلسطينية حياتي، وذلك من خلال رسالة المسؤولية الاجتماعية التي يحملها البرنامج والمتمثلة بالتبرع بدولار واحد مقابل كل حساب توفير حياتي يتم فتحه لصالح المركز، وذلك للمساهمة في دعم صحة المرأة الفلسطينية في محاربة مرض سرطان الثدي الذي يعد الأكثر فتكاً بالنساء حول العالم. مركز دنيا هو أحد مراكز مؤسسة لجان العمل الصحي، المركز الأول في فلسطين لتشخيص أورام الثدي والنسائية. افتتحنا المركز بال 2011، يعني هلأ لنا تقريبا 5 سنوات. خلال ال5 سنوات مرينا بمراحل كتير مختلفة، طورنا عملنا بشكل كمان إنه يلبي احتياجات النساء المصابات بسرطان الثدي. هذه الشراكة بلشت من السنة الماضية في مشروع أو برنامج حياتي. كانت الفكرة إنه برنامج حياتي هو برنامج مميز للمرأة الفلسطينية، والبنك كان يعني مصر إنه يدخل كمان الصحة في مجال تميزه في الخدمات اللي بده يقدمها أو للنساء بالذات. فكان التشارك معنا بإنه كل امرأة بتفتح حساب في بنك الوطني في برنامج حياتي هم بحطوا لنا دولار، هذا بكون دعم لمركز دنيا. بأكد على اعتزازنا في البنك الوطني، اعتزازنا بشراكتنا معه، وكل الاحترام والتقدير، وبتمنى إنه الكل يحذو حذيهم ويكون في برامج متخصصة ومتميزة للنساء، ويكون في كمان دعم بالذات للنساء المصابات بسرطان الثدي. هذا الحساب كثير مهم إنه يكون موجود في المجتمع الفلسطيني، خاصة للنساء، بغير بيساهم في استقلالية المرأة. هذه الشراكة بين مركز دنيا والبنك الوطني من خلال حساب حياتي ممكن تساهم كثير في إنقاذ امرأة من سرطان الثدي. هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في سبيل توجهات البنك لدعم المرأة الفلسطينية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال طرح برامج مصرفية متخصصة للمرأة تلبي حاجاتها المصرفية الفعلية. نحن مستمرون بدعم تمكين المرأة الفلسطينية سواء من خلال البرامج المصرفية التي يطرحها البنك أو من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الفاعل، لأننا مؤمنون بدور المرأة الفلسطينية في المجتمع ومؤمنون بأنها قادرة على إحداث الفرق والتغيير. البنك الوطني بخطى واثقة.